السلام عليكم. اليوم يعني مش طبيعي، عاصفة ثلجية في كولومبوس أوهايو. للناس اللي بتسألني على الجو في كولومبوس وإذا في ثلج، يعني مش طبيعي، عاصفة فعليا. الثلج من النوع الخشن، يعني القوي القاسي، وزي ما تشوفوا كلها بياض من عند باب بيتي، لأن الصراحة ما قدرتش أطلع نهائيا لأنه الثلج يمكن واصل لخمسة ستة سنتي حتى يمكن أكثر. فمثل ما عم بتشوفوا طلعوا، يعني هذا فيديو قصير للناس بس اللي بتسألني عن الجو في كولومبوس أوهايو، غير إنه الهواء ولسه الثلوج مستمرة لسه، يمكن لبكرة وما فيش أقل من 70، حتى إنه يعني لسه حيزيد يتساقط. زي ما بتشوفوا كيف الجو بعد ما حكوا امبارح انه في اعصار جاي على كولومبوس اوهايو، فبنتفاجئ بالثلوج، لانه امبارح كان في مطر ما وقفش واليوم ثلوج مش طبيعية طلعوا ولسه مستمرة، فحتصير اكتر من هيك. الناس لا رايح ولا جاي، الله يستر. جليد جليد، قزاز السيارات جليد جليد، يعني من كتر الثلج والعاصفة الثلجية سيارتنا هناك معلقة مش راضية تدخل على الجراج لأنه من كتر الثلج ما راضية تدخل. طبعا هاي أي باب الجراج هاي كانت يعني نايمة بالجراج، بس هاي كانت برا فتطلعوا. جليد، وهديك علقت مع الأسف مش راضية تدخل من كتر الثلج. هاي كمان سيارة جيراننا، والحمد لله قدرنا انه ندخلها بس لحد هون، ما قدرنا ندخلها لجوا الجراج، علقت هناك. طلعوا ملهاش ربع ساعة، ملهاش من أقل خمس دقايق، شوف كيف تعب الثلج. جليد جليد جليد.